مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الخاص بتصغير مجموعة من الصور باستخدام تطبيق إيماج ماجيك. فإيماج ماجيك فهي عبارة عن مكتبة تقوم بالتلاعب بالصور كتصغير الصور وتكبيرها وقراءة المعطيات الخاصة بالصور كالحجم والطول والعرض، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الصور من صيغة إلى أخرى. مثلا صورة جيبيج يمكن تحويلها إلى فورما أخرى والعكس. للقيام بهذا الشيء وجب التوفر على مكتبة إيماج ماجيك. إذا كنتم في نظام لينكس تقومون بأبت-جيت انستال إيماج، أظن أنني قمت بتنصيبها إيماج ماجيك هكذا. فهي عبارة عن مكتبة وتعليمات كونفرت. فتعليمات كونفرت هي من يقوم فعليا بالتحكم والتلاعب بالصور كالتصغير والتكبير وغيرها من العمليات. للقيام بهذا الشيء من داخل تطبيق نود جي اس وجب تنصيب موديول المسمى بإيماج ماجيك. فهذا الموديول فهو يبدأ بحرف اي، نقوم بقراءة الريدمي كما تلاحظون، نقوم بتحميل مكتبة إيماج ماجيك وهذه الدوال تقوم بقراءة المعلومات من الصورة. مثلا ايدنتيفي تعطينا الطول والعرض والفورما الخاصة بهذه الصورة. كما تلاحظون هنا نستطيع القيام بتصغير هذه الصورة بإضافة رسايز. فرسايز فهي أحد البارامترات الخاصة بتعليمات كونفرت. كما تلاحظون هنا رسايز والبارامتر فهو الجيومتري. فهذا الموديل هو فقط عبارة عن واربر يقوم بتنفيذ التعليمات في شيل وقراءة الاستداوت وتمريرها إلى الكالباك. لقد قمت بتسجيل دروس سابقة حول كيفية تنفيذ التعليمات داخل شيل من خلال تطبيقات نود جي اس. الآن نقوم بفتح ملف جديد وهو الدرس. إذا كان هذا الترقيم صحيح سيكون الدرس 25. الدرس 25 كورسوس نسميه 25 كيان إيماج ماجيك هكذا أفضل. في هذا المثال سنقرأ محتويات هذا المجلد وتصغير كل هذه الصور وتسجيلها داخل نفس المجلد. مثلا هذه الصور قمت بتحميلها من الانترنت، سنقوم بتصغيرها باستخدام موديول الإيماج ماجيك وموديول الفايل سيستم الخاص بالنوت. لهذا الأمر نقوم بتحميل FS وتحميل موديول الإيماج ماجيك. لا داعي لكتابة هذا الشيء إذا كان متوفرا. لقراءة محتوى المجلد نقوم بريد دير. فريد دير نقوم بقراءة محتوى مجلد وتمرير النتيجة إلى كالباك، وهي عبارة عن إيغور وطابلو أو جدول يحتوي على المسار المطلق للملفات أو المجلدات التي يحتوي عليها ذلك المجلد. نقوم بإفس ريدير
وهنا تعطونا المسار الخاص بالمجلات هكذا، فهذا المسار سيتغير حسب نظام الاشتغال وكذلك المجلد الخاص بكم. ففي أنظمة الويندوز مثلا تستطيعون القيام بالسي أنتي سلاش والمسار، أما أنظمة لينكس وفري بي اس دي والينكس تقومون بوضع المسار ابتداء من سلاش. وللمزيد من المعلومات قوموا بالبحث عن لاربوريسونس أو التشجر الخاص بأنظمة لينكس والينكس. سأحافظ على نفس التسمية هكذا. في حالة الإيرور، في حالة عدم الإيرور، في حالة الإيرور نطبع الإيرور، وفي حالة عدم الإيرور نطبع الجدول الخاص بالملفات الدرس 25 هكذا كما تلاحظون. الآن حصلنا على جدول يحتوي على كل أسماء الصور داخل هذا المجلد. للقيام بهذا الأمر بطريقة جميلة، لما لا نقوم بوضع المسار المطلق داخل بات، فقط تقومون بتغيير بات حسب حاجتكم. فهذا الكود فهو بلو بورتابل كو الكود السابق. نقوم ببات، لا ليس هكذا، فقط بات. هذا الأمر سنقوم به داخل فايلز. الآن نستطيع المرور على الأراي الخاص بفايلز ومن ثم تمرير الصورة باستخدام المسار المطلق لي تعليمات إيماج ماجيك. تستطيع القيام بفور أو فور إيش، فهاتين التعليمتين فهما متكافئتين، الفرق فقط إذا كنتم محتاجين إلى استخدام لاندس إي. ففور إيش تعطينا فقط محتوى الجدول ولا تعطينا الأندكس. فايل، نقوم بحساب الطول بما انه جدول. الان نقوم بطبع بات هكذا بليس فايلز دبي فقط لمشاهدة النتيجة كما تلاحظ. الان فهذا هو المسار المطلق المحتوي على الصور. الان ما علينا سوى اتباع هذا المثال وتمرير هذه المعطيات الى الموديول ايام ايماج ماجيك ليقوم بتصغير تلك الصور. كذا فلقد قاموا بالرجوع الى السطر تفاديا للمشاكل. يقول لي ان الايرور فهي خاصة بالايرور والاستد اوت فهي نتيجة التعليمة، فاي تعليمة في الشال مثلا ls فما ترون هنا فهو الاستد اوت. في حالة الايرور نطبع ايضا الى الشاشة، ولكن يكون الانديس الخاص ب الاستد ايرور مخالفا للانديس الخاص بالاستد اوت. فهذه التعليمة ستقرأ كيتشن وان جيبيغ وتحولها الى كيتشن سمول. الان نستطيع القيام ب 220 220 على 150 ومكان الصورة الخاصة بالمثال نضع صور
خاصة بذلك المجلات. الآن في كيتشن سمول سنقوم بشيء غريب نسبيا، هو أننا سنسميها نفس الاسم مع تمرير كلمة سمول و جيت باك هكذا. إذا كان هذا الكود صحيح سيقوم بتحويل هذه الصور إلى صور أصغر مع إضافة جيبيج إلى سمول بوان جيبيج إلى النهاية، وستلاحظون ماذا سيقع. لقد قام بطبع الصور والاستد اوت فهو فارغ، لان هذه التعليمة تقوم بتنفيذ المعطيات، تقوم بتنفيذ عملية الكونفرت ولا تطبع اي شيء الى الاستد اوت. كما تلاحظون لقد حصلنا على صور اصغر كما تلاحظون، فكل صور تم تصغيرها. بطريقة اوتوماتيكية. الان المشكل فقط فهو مشكل في التسمية، فهذا الاسم وجب القيام ببارس لي فايل دو اي وحذف كلمة بوان جيبيج واضافة كلمة سمول بوان جيبيج. كيف سنقوم بهذا الامر؟ طريقة سهلة جدا، إذا كانت كل الصور لها نفس الإكستنسيون أي جيبيج، سأقوم بتوضيح المثال في هذا التيرمينال. مثلا var image mon image.jpg، تقومون فقط ب image.slice و jpeg سيكون هو توكن المعرف ل نوع ليس سلايس استسمح ولكن سبليت بوان، فالفاصل سيكون هو النقطة كما تلاحظون. فلقد قام بفصل الاسم على شكل جدول، حيث ان التوكن اي الكاركتر سبيسيال هو النقطة. استطيع القيام بجيبيج سيكون احسن، واسم الصورة والاسم سيكون هو الاندس زيرو او الاندكس زيرو هكذا. الان ما علينا سوى القيام بكوبي كولي لهذا الشيء في فايل دو اي، ففايل دو اي فهي الايماج هكذا، لاننا نحذف جيبيج ونضيف كلمة سمول و بوان جيبيج بطريقة يدوية. الان المشكل فهو فقط في حذف الصورة الثانية فهي صغيرة. فكل الصور فهي كبيرة الان، ما علينا سوى إعادة تشغيل هذا السكريبت. نود 25 كما تلاحظون الآن، فالنتيجة فهي أفضل. أننا قمنا بتصغير الصور وإضافة كلمة سمول لتمييز الصور الصغيرة عن الصور الأصلية، فهذا الشيء فهو مفيد
عند برمجة التطبيقات تتعامل مع الصور، فالصور الصغيرة فهي المينياتور، فمثلا موقع يوتيوب يستخدم المينياتور لتغطية الفيديو، أي يقوم بعملية الكونفرسيون للصور التي تقومون برفعها إلى الموقع وتصغيرها لوضعها على الفيديوهات، حيث أن الصور الصغيرة لها حجم أقل ولا تستهلك صبيب عالي ليتم تحميلها. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وشكرا وإلى اللقاء في درس آخر.